السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار. اللجنة النيابية: النظام الصحي يحتاج لتطوير شامل، والبنى التحتية أكل الدهر عليها وشرب. كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية الثلاثاء عن ملامح خطتها الخاصة بتطوير الواقع الصحي في البلاد. وقال عضو اللجنة ماجد شنقالي إن اللجنة لديها خطط معدة لتطوير الواقع الصحي في البلاد، مضيفا ان النظام الصحي في العراق يحتاج الى تطوير شامل لان البنى التحتيه في المجال الصحي اكل الدهر عليها وشرب ومنذ سبعينات القرن الماضي. واشار شنقالي الى ان القوانين الصحيه ايضا تحتاج الى ثوره وتطوير، خصوصا المتعلق منها بالنقابات الصحيه وكل ما يتعلق بالمجال الصحي. وتابع ان خطتنا تتعلق بجميع مفاصل الصحه، أبرزها فصل العمل بين القطاع الخاص والعام، وتطبيق نظام التأمين الصحي والتسعيرة الدوائية والخدمات الطبية وغيرها.